كنتواجدوا بشاطئ اكادير كما تلاحظوا. هذه الظاهره ديال رسوب ديال الطحالب الحمراء فهي ظاهره طبيعيه تهتم جميع شواطئ المملكه بما فيها المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط، وتجي دائما في اواخر الصيف. فهذه الظاهره تجي ناتج على التزاوج اللي تيوقع في اعماق البحار ديال الطحالب الحمراء، ومن بعد التجاوز فهذيك الطحالب تترصب على الرمال ديال الشواطئ في المغرب. هاد الطحالب تتشكل تقريبا واحد سجاد بحال الصوفة تيجي على فخ الرمال، وما تيشكل حتى شي خطوره على المصطافين. فالجماعه كما العاده تتعمل باش النظافه ديال الرمال، تتحيد هاد الطحالب يوميا لرونقات الشاطئ وجماليه الشاطئ. فنعاود نكرر بان هاد الطحالب الحمراء ما تتشكل حتى شي خطر على المصطافين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.